تجمع بينهن تسمية جميلة لمعرض أقيم في المركز الثقافي المصري بلندن، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد شاكر سفير جمهورية مصر العربية في بريطانيا. إنه معرض بنات النيل. جيهان بكير درست الفن على أيدي عدد من أساتذة الفن في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة، وكانت لها معارضها الخاصة في كل من مصر وفرنسا. يتميز أسلوبها بتعبيريته، وهي تكن إعجاباً عميقاً للقاهرة القديمة وللريف المصري، كما أنها تهتم بجماليات العلاقة الكامنة بين أجزاء العناصر المعمارية. والله أنا بالنسبة لكده بهتم بالبعد الجمالي والبعد الإنساني. يعني بالنسبة للبعد الإنساني، فالعمارة بتمثل ليا تراكم الزمن للأجيال اللي موجودة جوه العمارة. يعني مثلا الباب المفتوح بيمثل الأمل، الشباك موارب، يعني تحس حياة الناس اللي عاشت فيها بتستهويني جدا. ومن ناحية جمالية بحس بجمال وبراعة الفنان القديم، وإزاي يهتم بالتفاصيل الدقيقة واهتمامه بالعمارة، فده مستهويني جدا، استهواني فعلا. يعني مشيرة صبحي فنانة عاطفية، درست الأدب الفرنسي في جامعة القاهرة والرسم في القسم الحر بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة. عملها يتميز بطابع ميتافيزيقي يسكن عالم الأحلام، وهي تستخدم اللون والظلال في محاولة للتعبير عما يدور في أعماق النفس الإنسانية. هو ما ينفعش يبقى في واقع من غير ما يكون في ميتافيزيقية، وما بعد الواقع وما قبل الواقع، لأن الإنسان لازم يبقى فيه يعني حاجات كتير، ما ينفعش غير كده هيبقى حاجة مسطحة. ماجد عيد درست الأدب الفرنسي كما درست الرسم على يد الفنانة ليلى هندي، ويركز عملها على الجوانب التراثية التقليدية في القاهرة القديمة والأقصر وأسوان، وكذلك حياة البدو في سيناء. والله هو أحياناً مهمة الفن ساعات بتتطلب نقل الواقع في حالات معينة، يعني لو في حالة الحروب، في حالة حاجات معينة، لكن أنا بالنسبة لي بنقل أحاسيسي في لقطة معينة من الزمن، بنقلها وبنفعل بيها فبنقلها، لكن مش يعني مش لازم يعني. تتصف أعمال نادين البشير بطابعها ما بعد الحداثي، تكوينات فنية تؤلف بين الأدوات الاستعمالية العادية وطرق الفن المختلفة في محاولة لردم الصورة التي تفصل بين النحت والرسم، حيث يضفي اللون على الأعمال المجسمة الثلاثية الأبعاد إيحاء اللوحة المرسومة. ورغم استعمالها لأدوات تستعمل عادة في الحياة اليومية، إلا أنها استطاعت أن تضفي عليها بعداً ذاتياً خاصاً يستحق التأمل والتحليل. أعمالي أنا بعتبرها قطعة فنية، لا هي ليست لوحة وليست تمثال. فيها بحاول أوصل لنقطة يعني التقاء بين العمق والإيهام أو الإيحاء بالعمق من خلال الألوان والخطوط وضربة الفرشة، وبين الإحساس بالمادة والتواجد الفعلي للمادة. ومن لندن وتجربة بنات النيل إلى تجربة جديدة في رام الله، حيث تحولت بعض الخامات القديمة المستعملة كورق الجرائد إلى لوحات فنية جميلة. في هذا المعرض نرى تجربة فنية تشكيلية تنتمي إلى الفن المعاصر في الأسلوب واختيار الخامة بل والزوايا أيضاً. هذه التجربة ليست بجديدة في العالم، ولكنها تبدو جديدة في المجتمع الفلسطيني.
فقد استطاع الفنان الفلسطيني خالد حوراني أن يثبت في معرضه هذا أنه من الممكن وبأبسط الوسائل استخدام خامات ومواد متوفرة في أي منزل لتشكل وتصبح فيما بعد لوحة فنية. ففي معروضاته استخدم أوراق الكتب القديمة كخامة فنية أساسية، فخامة الورق طرية وسهلة إذا ما قرنت بالحديد أو البلاستيك أو الحجر. استخدمت بكل المعرض مواد موجودة عندي في البيت، بشكل رئيسي كتابين مزعت أوراقهم الصفراء القديمة أو بساطة الخامة اللي ممكن تكون ورق عادي وخشب. وفي محاولة من الفنان للخروج بلوحاته إلى أرحب فضاء ممكن، فإنه حررها من الانحباس ضمن الإطارات المربعة الأبعاد، وأطلق لها العنان بأن تقوم اللوحة بتشكيل الإطار لا أن يفرض هذا نفسه عليها كما يقول. بفكر إنه الإطار في اللوحة عم بحصرها، لأنه أنا حاولت التعامل مع الإطار من حيث المبدأ، مفهوم الإطار شو بيعمل، ويعني حاولت التغلب على محاصرته للوحة، إما إحداث فراغ في اللوحة نفسها أو إنه أشياء من اللوحة تكون خارجة عن الإطار، يعني تحاول تطلع. الاشتياق هو العنوان الذي يحمله هذا المعرض، فقد جسد الفنان من خلال لوحاته مرحلة طفولة مر بها والتي عكست بدورها على زوار المعرض. وطغت على معظم اللوحات المعروضة ألوان الإكريليك البني بمختلف درجاته، إضافة إلى اللون البرتقالي، وأفرد الفنان هنا مساحات واسعة للونين الأبيض والأسود. صادفت هذا العام الذكرى 109 لميلاد محمد ناجي، الذي لم يكن مجرد فنان تشكيلي عابر في تاريخ الفن المصري، وإنما كان أستاذاً وصاحب مدرسة ما زالت تؤثره في العديد من الفنانين المصريين المعاصرين. إنه واحد من هؤلاء الفنانين الذين نذروا أنفسهم للتعبير عن أفكارهم الإنسانية والاجتماعية، فالمدرك الاجتماعي لديه كان يمثل المحتوى الذي تغلفه الخطوط والألوان، يودعها مضمونه الإنساني بإحساس مرهف ومعرفة واسعة.